انا متاكد انه تعاملوا باسلوب حقير مع زكي، انه لازم يعترف او شيء، رفض زكي فقتلوه. نفس القصه، المحامي كان مقدم له طعن عند الاتراك، وكان عندي يقين 99% وتسع اعشار انه يوم الثلاث او الاربع زكي طالع برا، طالع برا السجن. لحقوا قتلوه، والله كنت خايف يقتلوه، كان قلبي حاسس انه الامن التركي راح يقتلوه، والله العظيم كان قلبي حاسس. ورحت للامن التركي في السفاره وقلت لهم احذروا تغلطوا مع زكي مبارك، زكي مش اي شخصيه، شاب مناضل، مليون شخص في فلسطين بيعرفوا انه شاب مناضل، ولكن يبدو المؤامره اكبر من هيك.